أهلا بكم مشاهدينا الكرام. وجهت الحكومة تعميما لجميع الوزراء ومحافظي المحافظات بمغافاة وزارة الخدمة المدنية بالكشوفات الخاصة بمرتبات الموظفين حتى عام 2014. أكد رئيس الحكومة أحمد بن داغر في وقت سابق أنه لن يكون هناك موظف في اليمن بلا راتب، وأن وزارة المالية سترسل الأموال إلى جميع المؤسسات الحكومية وفي جميع المحافظات بدءا من اليوم. نقف أمام هذا الخبر لنناقشه في محورين: هل ستتمكن الحكومة من خلال سياستها النقدية وقراراتها الاقتصادية من صرف المرتبات المنقطعة لجميع محافظات الجمهورية؟ وكيف ستتعامل سلطة الميليشيا مع هذا التعميم في المناطق الخاضعة لسيطرتها؟ تمكنت الحكومة إذن من طبع العملة لإنهاء أزمة السيولة والعجز الاقتصادي الذي شمل جميع مؤسسات الدولة نتيجة الانقلاب وتبعاته، وتتجه في ذات الوقت نحو تغطية العجز الذي أصاب الموازنة العامة. تعميم ربما جاء مفاجئا للجميع، خصوصا مع ارتفاع موجة الحراك الحقوقي المطالب بصرف الرواتب المنقطعة منذ 5 أشهر في مختلف المحافظات وفي مقدمتها صنعاء العاصمة الخاضعة لسلطة الميليشيا. نتابع بداية هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. بدأت الحكومة تستعيد أطراف المبادرة وتتحرك على الأرض بشكل أكثر تنظيما منذ قرار نقل البنك المركزي إلى محافظة عدن باعتباره الطريقة الأكثر نجاعة لرسم ملامح المستقبل وسحب البساط من تحت أقدام الانقلابيين. تمكنت الحكومة في وقت قياسي من الانتهاء من طباعة المبالغ المالية كمقدمة لإنهاء أزمة السيولة والعجز عن دفع مرتبات موظفي الدولة الذي نجم عن نهب ميليشيا الحوثي والمخلوع للاحتياطي النقدي في البنك المركزي. أزمة المرتبات التي بدأت قبل أكثر من 6 أشهر قاربت على الانتهاء وفق إعلان رئيس الحكومة أحمد بن داغر الذي تعهد بالقيام بدفع كافة مرتبات موظفي الدولة، لافتا إلى أن الحكومة ستبدأ من اليوم بإرسال المخصصات المالية للمحافظات. ولأول مرة منذ ما يقارب 3 أعوام يعود الحديث مجددا عن إعداد موازنة للدولة، وهي الخطوة التي توقفت تماما منذ سيطرة ميليشيا الحوثي والمخلوع على مؤسسات الدولة وتخصيصها للمجهود الحربي والإنفاق على العمليات العسكرية. الترجمة العملية لحديث رئيس الحكومة جاءت على شكل تعميم من مكتب نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبد العزيز جباري، الذي طلب من المؤسسات الحكومية بما فيها المحافظات الواقعة تحت سطوة الميليشيا تزويد الخدمة المدنية بكشوفات العام 2014. تعميم ربما جاء مفاجئا للجميع، خصوصا مع ارتفاع موجة المطالبات بصرف الرواتب المنقطعة منذ أشهر في مختلف المحافظات وفي مقدمتها صنعاء العاصمة الخاضعة لسيطرة الانقلاب. في المقابل تسعى ميليشيا الحوثي والمخلوع لإعاقة أي حلول اقتصادية من شأنها إنهاء معاناة موظفي الدولة. وبحسب مراقبين فقد قام الانقلابيون بسحب العملة الموجودة في السوق، مما أدى لإضعافها وتراجع قيمتها مقابل الدولار إلى ما يقارب الضعف، إضافة إلى تآكل الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية. تحد ربما تنجح الحكومة هذه المرة في تجاوزه بعد حزمة القرارات التي اتخذتها لإيقاف معاناة المواطنين. فيما لا يزال مراقبون كثر يرون هذا التعميم ناقصا ما لم يكن شاملا لصرف جميع الرواتب المنقطعة منذ 5 أشهر. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونبدأ الحلقة من مأرب مع وزير الخدمة المدنية عبد العزيز جباري. مرحبا بك سيادة معالي الوزير، وشكرا بداية لتعاونك الدائم معنا. أهلا وسهلا بكم. أهلا بك معالي الوزير. هل تمتلك الحكومة ممثلة بوزارتي الخدمة المدنية والمالية قاعدة بيانات حقيقية خاصة بالموظفين الحكوميين قبل الانقلاب؟ شكرا جزيلا. كما يعرف الجميع بأن الحركة الحوثية قامت بالتلاعب بقاعدة البيانات سواء في الجهاز المدني أو الجهاز العسكري، وبالتالي هناك عبث كبير جدا بهذه البيانات. نحن عندما أصدرنا التعميم بالأمس بناء على قرار مجلس الوزراء القاضي بتكليف وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية بصرف المرتبات لعام 2016 عام شهر ديسمبر، طلبنا من هذه المكاتب من الوزارات ومن المحافظات
ومن مدراء مكاتب الخدمة المدنية في فروع الوزارات وفي المحافظات بتسليمنا الكشوفات الحقيقية في شهر عام 2014. لماذا؟ لأن في هذا الشهر كان هناك حكومة شرعية برئاسة خالد بحاح كانت تدير البلد، وبالتالي كان هناك موازنة عامة صادق عليها مجلس النواب، فأصبحت هذه الموازنة ملزمة للجميع. ما بعدها حصل بعد الانقلاب هناك تصرفات نعرفها جميعا. احنا ملزمين اننا ندفع وفقا لهذه الكشوفات هذه المرتبات على الوزارات وعلى محافظي المحافظات الشرعيين والمعينين من السلطة الشرعية التواصل معنا ووصول هذه الكشوفات من اجل التعامل مع هذه المسألة، لانه قرار مجلس الوزراء واضح. من بقى في المحافظات التي تسيطر عليها هذه الميليشيات إذا لم يبادروا بتسليم هذه الكشوفات الحقيقية وليست الذي تم العبث بها فيتحملوا المسألة في مسألة التأخير. نعم. من جهتنا الأموال أنتم كيف ستعرفون ما إن كانت حقيقية من عدمه؟ هناك قاعدة بيانات لدينا يعني، لكن قاعدة البيانات الأساسية موجودة في وزارة الخدمة المدنية في العاصمة صنعاء، والمعروف أن الوزارة سيطرت عليها هذه الميليشيات وعبثت. نحن نريد أن نوصل المرتبات إلى يعني أصحابها الحقيقيين. أما من أتت بهم الميليشيات فيتحمل مسؤوليتهم، فهم يعني غير موظفين، غير موظفين رسميين، وصلوا بطريقة غير رسمية وغير قانونية على حساب الموظفين الأساسيين. أنا أقول وأكرر أنه أي تأخير في تسليم هذه الكشوفات وقاعدة البيانات الحقيقية طبقاً لعام 2014 تتحمل المسؤولية الجهات التي تتنصل من تسليم هذه الكشوفات. نعم، إذن أنتم الآن تطالبون بتسليمكم بالكشوفات لتتمكنوا من صرف المرتبات. هل تخاطبتم مع الميليشيات؟ هل هنالك تجاوب؟ ما هو كان ردهم؟ لا نتخاطب مع الميليشيات. الميليشيات يعني غير شرعية، عصابة ارتكبت جريمة في حق أبناء الشعب اليمني. مع من تتخاطبون في المناطق الخاضعة لتحت؟ نحن نتخاطب مع المسؤولين الذي تم تعيينهم من السلطة الشرعية. في هناك مدراء عموم وفي هناك وكلاء وزارة صدرت لهم قرارات جمهورية وقرارات مجلس الوزراء من الحكومة الشرعية من حكومة بحاح وما قبلها، وبالتالي نحن نتعامل مع أي مسؤول جاء بطريقة رسمية وبطريقة قانونية. أما ما عدا هؤلاء المسؤولين فنحن لن نتعامل معهم، فهم يعني سلطة غير شرعية، وبالتالي لن نتعامل إلا مع المسؤول الذي يوصل إلى هذا المكان بطريقة دستورية وقانونية. وهؤلاء المسؤولين الذي تتحدث عنهم، هل تم التواصل معهم؟ ما هي كانت ردهم بخصوص هل سيقومون بتزويدكم بالكشوفات؟ ما كان رد هؤلاء؟ نحن نتواصل مع العديد من المسؤولين الدولة، وفي نهاية المطاف يعني نحن نعرف أن كثير من المسؤولين يعني مغلوب على أمرهم، يعني أجت هذه العصابة ويعني هم في مكانهم وبالتالي تعاملوا مع الأمر الواقع، لكنهم يعني تعينوا بطريقة دستورية وقانونية، نحن سنتعامل معهم. نعم. ما هو الأهم؟ أي تأخير في صرف المرتبات نحمل هذه الميليشيات العبث أو التلاعب. من جهتنا الأموال موجودة في بنك عدن، وهناك توجيهات من رئيس الدولة ومن رئيس الوزراء بصرف هذه المرتبات لكل الموظفين المدنيين والعسكريين في عموم الجمهورية. نعم، بحديثك عن الموظفين العسكريين معالي الوزير، نتمنى أن هذه الميليشيات نعم بحديثك يعني تتعامل مع 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 مع, مع متطلبات الناس وظروفهم يعني بمسؤولية. نعم، معالي الوزير بحديثك عن الأجهزة عن العسكريين، بالنسبة للعاملين في وحدات الجيش والأجهزة الأمنية، هل سيشملهم قرار تسليم المرتبات؟ أقصد الموالين للميليشيا. لا يوجد هناك موالين للميليشيا، يعني أي عسكري يحترم نفسه وأدى القسم ويعني عاش وترعرع في ظل الجمهورية لا يمكن أن يكون عبد لهذه الميليشيات. نحن نعرف بأن كثير من القوات المسلحة مغلوبة على أمرها، حتى الذي يعني قد ربما تماهوا مع الحوثيين، وبالتالي نحن سنصرف مرتبات الجيش والأمن القوات المسلحة والأمن وإحنا الجانب المدني يعني جميعا، لأننا مسؤولين في نهاية المطاف، لأننا نتعامل تعامل دولة ومسؤولين عن الجميع.
وبالتالي يعني لابد يعني تسليم مثل هذه المرتبات. اما الجوانب المخالفات والاجرام الذي حدث من هذه الميليشيات ومن تعاون معهم فهناك طبعا هناك محاكم وهناك كذا، من ارتكب جريمه في حقها لابد ان ينال عقابها الرادع. نعم، مع الوزير تحدث رئيس الحكومة بالأمس أنه سيتم في غضون الأيام المقبلة الإعلان عن الموازنة العامة للدولة، هل ستدخل جميع المحافظات في الموازنة وما هي موارد تلك الموازنة؟ الموازنة نعم، هناك لجنة شكلت من أجل الموازنة العامة للدولة لعام 2017، وهناك قرار من مجلس الوزراء بخصوص أن يتم يعني أن تكون الموازنة هذه طبقا لموازنة عام 2014، لأننا نعرف يعني ظروفنا المادية في هذه المرحلة وما هو المطلوب. يعني هناك توجيه لكل للوزارة المؤسسات والهيئات يعني تم تشكيل هذه اللجنة، وهناك الموازنة للدولة نعم للدولة بكل ما استطيعت من قوة من أجل إعادة المؤسسات ومن أجل أن تعود الحياة إلى وضعها الطبيعي والالتزام بالدستور والقانون والمؤسسات. لا بد أن نتعامل في إطار دولة. هذه الميليشيات ستذهب إلى غير رجعة، لكنها ستذهب بعد أن عاثت فسادا دمرت مبادرات البلد ومؤسساتها. نعم، معالي الوزير، ما إذا عدنا إلى موضوع المرتبات، المواطنون يتساءلون وفق تعميمكم أنتم أنكم ستقومون بصرف رواتب ديسمبر، ماذا عن ما قبل ديسمبر؟ ما قبل ديسمبر هذه الميليشيات يعني نهبت ما في البنوك من عملة يمنية يعني تقدر بتريليونات الريالات، ونهبت مليارات الدولارات من الخزينة العامة ومن الاحتياطي النقدي. كل مرتبات الشعب اليمني في جيوب هؤلاء القتلة الميليشيات يتحملوا المسؤولية. ما قبل 12 عام 2016 يعني تم مصادرتها من قبل الميليشيات لما يسمى بالمجهود الحربي، وبالتالي مرتبات موظفي الدولة لشهر 9 وشهر 11 في ايضا قد ربما في شهر 8 و9 و10 و11 عند هذه الميليشيات يجب ان تدفع مرتبات الموظفين. نحن التزمنا كحكومة بتسليم مرتبات موظفي الدولة في الجانب العسكري والأمني من يعني شهر 12 عام 2016، ويعني تستمر ان شاء الله في عام 17 والى ما لا نهايه. نعم، معالي الوزير، ما اذا تم تزويدكم وهذا ما نامله بالكشوفات التي قمتم بطلبها، ما هي اليات ضمان وصول هذه المرتبات فعلا لمستحقها ولا تقوم بالسطوه عليها هذه الميليشيات؟ سنتعامل باليه محدده، الحكومه قررت العديد من الاليات منها عبر الصرافين ومنها عبر البريد ومنها يعني عبر بعض الوزارات والمؤسسات التي لا يعني يحكمها موظفين يعني خاضع للسلطه الشرعيه وجوب طريق ووصوله الى هذه الاماكن بطريقه شرعيه. لكن ما هو الاهم ان هذه الميليشيات لا تعرقل يعني اداء الحكومه في تسليم هذه المرتبات. نعم، نحن نتمنى ان تلتزم هذه، يعني قد اكلت مرتبات الموظفين، فنرجو ان لا تعرقل ايضا عند التسليم وتحاول أن تضع العقبات. نحن بدورنا سنعمل بكل ما أوتينا من قوة من أجل تسليم هذه المرتبات لمستحقيها. نعم، إذن وزير الخدمة المدنية معالي الوزير عبد العزيز جباري كنت معنا من مأرب، شكرا جزيلا لك، وللمرة الثانية نشكرك على حسن تعاونك الدائم معنا. إذن مشاهدينا الكرام، الآن ننتقل إلى ضيفي الآخر محمد حلبوب، عضو اللجنة الاقتصادية العليا. مرحبا بك سيد محمد. اهلا وسهلا بكم. اهلا بك سيد محمد، يعني وفق المعطيات الان على الارض، هل ستنجح الحكومه هذه المره بدفع المرتبات؟ نجاح الحكومه يعتمد على التنسيق بين ثلاث جهات اساسيه. نعم. الجهه الاولى هي وزاره الخدمه المدنيه، والتي تستطيع ان توفر البيانات وقاعده البيانات عن اسماء وعن الصفات وعن في اي مرفق والى اخره من البيانات الخدمه المدنيه. نعم. هناك بيانات اخرى تضاف الى هذا الكشف، هذه البيانات يتم يعني تعبئتها من قبل وزاره الماليه، والبيانات الخاصه بالاستقطاعات والضرائب والعلاوات والى اخره من هذه البيانات. وهناك ايضا ما هو مستجد
ما هو مسجد في بيانات هذا الموظف يتم وضعه من قبل المرفق مباشرة، وثم كل هذه البيانات بعد أن تستكمل من المرفق ومن وزارة الخدمة المدنية ومن وزارة المالية تذهب إلى البنك المركزي من أجل الصرف إلى الجهة المعينة، ويتم الصرف أيضا أما عبر بنك وإما عبر صرافين وإما عبر البريد. يعني واضح جدا الآن من كلام الأستاذ معالي الوزير أن الأمور واضحة تماما، سيتم الدفع ابتداء من شهر ديسمبر وعبر أشكال مختلفة للتوصيل وبالتنسيق مع هذه الثلاث الجهات المختلفة. نعم سيد محمد، هل هناك اشتراطات معينة يتوجب تنفيذها فيما يخص المحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيا كتوريد المبالغ لحساب الحكومة في البنك في محافظة عدن وما إلى ذلك؟ كيف ماذا يتوجب على هذه الجهات حتى تنجح عملية صرف الرواتب هذه المرة؟ على هذه الجهات الموجودة تحت سلطة الانقلابيين أولا التعاون مع عمالهم وموظفين من خلال تجهيز الكشوفات لديسمبر 2014. طبعا هناك قاعدة بيانات للمقارنة، يعني حتى لا يستطيع إدخال أي عناصر جديدة، هناك قاعدة بيانات موجودة لدى اللجنة العليا اللجنة الاقتصادية العليا، لدى وزارة الخدمة المدنية، ولدى أيضا البنك المركزي. هناك قاعدة بيانات موجودة للمقارنة، ولكن أن تتم وضع الميزانية في كل مرفق ابتداء اللي هو كشوفات في كل مرفق ابتداء، ثم تعمد عليها من وزارة الخدمة المدنية ومن وزارة المالية تضاف الاستقطاعات وإلى آخره. هذه العملية سوف تتم بشكل متوازي. يجب على المرافق التي تقع تحت الانقلابيين أن تعمل بجدية وأن تتعاون مع نفسها وأن ترسل هذه الكشوفات غير يعني دون ان يكون فيها اي اثر للمستجدين فيما بعد الانقلاب. نعم، اذا سيد محمد حلبوب تفضل بالبقاء معي واسمح لي لان اشرك معنا في الحديث الدكتور عيدروس النقيب وهو رئيس مركز شمسان للدراسات. مرحبا بك سيد الدكتور عيدروس. أهلا بك دكتور عيدروس. الكثير من الباحثين والاقتصاديين ما يزالوا يروا أن هذا التعميم سيواجه مشاكل عديدة فيما يخص التنسيق ووصول الرواتب إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا، ما هي أهم هذه المعوقات برأيك التي ستقف أمام نجاح هذه الحكومة هذه المرة في صرف الرواتب؟ مساء الخير لكم وللسادة المشاهدين، وتحياتي لك وللزميل الدكتور حلبوب. وكما يقول العرب إذا لا يفتى ومالك في المدينة، ما دام الأخ الدكتور حلبوب على الخط فعنده الخبر اليقين. لكن طبعا أنا لا أدري من أين بدأتم الحديث، أنتم من شكلكم تتحدثون عن النداخ المتأخر، تتحدثون عن موضوع الرواتب وإظهار رواتب الموظفين الحكوميين إلى المناطق الواقعة سيطرة الانقلابيين. نعم بشكل عام وخاصة في هذه المناطق. نعم تفضل. أعتقد أن المشكلة فيها تعقيدات كبيرة. أولا لست متفائلا جدا أن الانقلابيين سيتعاونون في هذا الواجب اللي هو واجب مدني روتيني عادي عليهم بافتراض أنهم حكومة مسؤولة. أتصور أنهم سيخلقون عراقيل لو لم توجد عراقيل، لكن مع ذلك في عراقيل هي موجودة موضوعيا، المواجهة والمجابهة والانقطاع الحاصل بين المناطق سيشكل عقبة من عقبات وصول حقوق الناس إليهم، إلا إذا كان الموظفين الحكوميين سيذهبون إلى المراكز المناطق التي تسيطر عليها الشرعية مثل المأرب أو عدن أو لحج أو حضرموت مثلا، وهذا أيضا متعب بالنسبة للموظفين الحكوميين اللي هم مش داخلين في اللعبة السياسية. الشيء الثاني قاعدة البيانات، أنا لست واثق أن الحوثيين والانقلابيين بشكل عام سيمتثلون للبيانات الدقيقة الموجودة ما قبل 2014، ونحن نعلم أنهم ضموا كان الحديث يدور في 2016 عن 200 ألف موظف جديد تم ضمهم إلى قطاع الخدمة المدنية والعسكرية والشرطة والأمن.
وهذا معناه عبء إضافي جديد سيشكل مشكلة في عملية التعامل معه فيما يتعلق بالمرتبات. لكن أتصور أنه على الحكومة أن تتعامل بمسؤولية مع هؤلاء الناس، فهم ليسوا طرفا في الصراع السياسي، وأعتقد أن الحكومة يعني كانت تصرفت بحكمة فيما يتعلق بهذا الموضوع، باعتبار الموظفين الحكوميين هم جزء كبير منهم هم ضحايا للانقلاب وضحايا في الصراع السياسي بشكل عام. نعم، إذا سيد عيدروس ابقى معي واسمح لي لأن أعود إلى سيد محمد حلبوب. سيد محمد، كنت قد سألت معالي وزير الخدمة المدنية عن العسكريين الذين يقاتلون إلى جانب الميليشيا، هل سيتم أيضا تسليم رواتبهم وما مدى واقعية هذا الأمر؟ حصل فعليا أنه عدد كبير من العسكريين الذين يقاتلون في صف الميليشيا ذهبوا إلى مأرب واستلموا رواتبهم وعادوا يقاتلون الشرعية من أوكارهم. هذا حصل، يعني ليس سيحصل بل أنه حصل، وهناك 200,000 جندي تم الصرف لهم، وهذه 200,000 هم أكثر بكثير من الجيش الوطني الذي كان موجود في مأرب. في مأرب 100,000 جندي من هو الجيش الوطني، جاء أيضا 100,000 جندي من هم مسجلين سابقا ومن الموجودين في المدارس في الطرف الآخر، وكذلك من الموجودين في بيوتهم، وبالتالي هنا تم التعامل بهذه الطريقة. طبعا هذه هي حل مؤقت ولا أعتقد أنه سيستمر، يجب أن تكون هناك آلية معينة، من يقف في الطرف المعادي يفترض ومنطقيا أن لا يتم دفع مرتبه، ولكن هذا ما تم عمليا. نعم، إذن سيد محمد، هل تمتلك الحكومة القدرة على ديمومة صرف المرتبات بشكل منتظم؟ ومن أين ستغطي موازنة صرف المرتبات بشكل دائم في ظل محدودية موارد الدولة؟ الحكومة إلى الآن تستطيع أن تستخدم التمويل بالعجز، اللي هو التمويل باستخدام المطبوعات التي تم وهي 400 مليار، ستستطيع أن تغطي المرتبات لما يقارب 7 إلى 8 أشهر. كذلك هناك إيرادات موجودة الآن يتم جبايتها، والآن تتم الإجراءات من أجل تصدير النفط وتصدير الغاز، وأيضا هناك ضرائب تأتي من مجالات أخرى، وضرائب على الملكية وضرائب على الدخل. هذه كلها سوف تمكن الدولة وفقا لتقديراتنا بدفع المرتبات لمدة عام تقريبا. يجب خلال هذا الفترة أن يتم استعادة الوضع الطبيعي للإيرادات، للتحصيل الإيرادات. تحصيل الإيرادات يجب أن يتم تحصيل الإيرادات حتى تلك التي موجودة لدى تحت الانقلابيين، يعني هناك وسائل اقتصادية، مثلا الضغط على البنوك لعدم دفع أي ضرائب لصالح الانقلابيين، كذلك يمكن الضغط على شركات الاتصالات لعدم الدفع. هناك وسائل كثيرة يمكن استخدامها للضغط على المؤسسات اللي تريد الأموال وإيرادات بالضبط، لأن الأغلبية الإيرادات وهي إيرادات الاتصالات وإيرادات الجمارك هي تذهب الآن إلى الانقلابيين، ولكن يمكن هناك بوسائل اقتصادية وبضغوطات اقتصادية يمكن أن تذهب إلى البنك المركزي. نعم، إذا عضو اللجنة الاقتصادية العليا سيد محمد حلبوب كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. إذا بالعودة إليك دكتور عيدروس، لعلك استمعت لحديث الدكتور محمد حول الذين يقاتلون بجانب الميليشيا، أنه تم تسليم لهم المرتبات في مأرب وعادوا ليقاتلون في صفوف الميليشيا، ما مدى منطقية هذا الطرح واستمراره؟ الحقيقة هي قضية أشبه بالسريالية، أنه يعني حكومة تدفع لمن يقاتلها مرتبات. من الناحية القانونية هم هذه حقوقهم، لكن واحد ينتقل إلى صف العدو، هي المرحلة الأولى أو الإجراء الأول أنه يتم القبض عليه وإدخاله للمحاكمة.
إنما هذا الوضع المضطرب هو يقدم كل المشاهد السريالية في اليمن، يعني في اليمن كل شيء ممكن. أعتقد أن هذا الإجراء يعني كحالة مرة أو مرتين يمكن، لكن يعني يمكن أن يحصل، لكن أن يستمر وهناك بيانات يعني أسماء وبيانات ومعلومات دقيقة عن أناس يقاتلون في صف الانقلابيين ثم يأتوا للممرترات، أعتقد هذه يجب أن تعالج في سياق آخر، ليس من باب الابتزاز ولا من باب مصادرة الحقوق، لكن يعني إعمالا للقانون الذي يعتبر المنحازين إلى صف العدو يجب أن يكونوا عرضة للمحاكمة والمساءلة، خصوصا العسكريين الذين يعتبروا خانوا الشرف العسكري كما يقول العسكريون. ولذلك أنا أعتقد أن هذا الإجراء يجب أن يعالج في سياق المواجهة العسكرية والسياسية، وليس يعني استمرار على هذا الطريقة العشوائية، لأنه هذا ترجيع لكفة العدو بمعنى آخر. نعم، ما إذا تحدثنا عن المبلغ الذي تم طباعته وتشير التقديرات إلى أنه لن ينهي الأزمة بشكل نهائي، كم يمكن له أن يغطي مرتبات لعدد من الأشهر، وكيف يمكن للحكومة التعامل مع الأمر لتستمر في تسليم رواتب الموظفين؟ أنا أعتقد أنه يعني أن الذي حصل هو علاج اضطراري، يعني معالجة اضطرارية ليش اقتصاديا، لكنني أفهم أن العملة مثلها مثل السلعة، عندما يتم إنتاج سلعة جديدة تنخفض قيمتها، وبالتالي أتوقع وقد يتوقع اليوم الاقتصاديين يتوقعون أن يحصل تضخم وانهيار في سعر الريال اليمني. 400 مليار حاجة مش قليلة، يعني تطبع وتنزل في الأسواق، تقريبا 200 مليار الآن التي تم إنزالها. أعتقد أنه هذا العلاج هو علاج اضطراري وللحظة واحدة، يعني معالجة يعني العملة ليست وظيفتها فقط صرف المرتبات، العملة وظيفتها تدوير الحياة الاقتصادية في البلد، التجارة، التنمية، الخدمات، الاستقرار الاقتصادي بشكل عام. فربما هذه المرة ستعالج مشكلة المرتبات، لكن يجب تنمية الموارد الداخلية للبلد التي تساعد أولا على إيجاد عملة صعبة تدخل الخزينة العامة، ثم تنشط الدورة الاقتصادية. الدورة الاقتصادية يعني تدور على شكل دائرة وليس في خط مستقيم. ما يحصل الآن أنه تطبع نقود للناس وتصرف لهم رواتب، بعد كم شهر أو ربما بعد سنة لم نجد ما نعطيه الموظفين، إذا لم تنشط الدورة الاقتصادية وتنمى الموارد الداخلية للبلد لإدخال عملة صعبة. نعم، على الأقل البلد بحاجة إلى ودائع من الدول الشقيقة التي تدعمنا. إذا لم يوجد دعم إعانات مادية نقدية، فلتوجد على الأقل ودائع تنشط الدورة النقدية وتساعد على الاحتفاظ على دعم سعر الريال اليمني. نعم، إذن دكتور عيدروس النقيب رئيس مركز شمسة للدراسات كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من زوايا الحدث. لا يسعني بالأخير إلا أن أشكر ضيوفي، كان معي من مأرب وزير الخدمة المدنية عبد العزيز جباري، وكان معي من الرياض محمد حلبوب عضو اللجنة الاقتصادية العليا، وكان معي أيضا من لندن الدكتور عبد عيدروس النقيب رئيس مركز شمسة للدراسات. هذه تحياتي أنا أمل علي، وهي لكم من زميلي من الإعداد محمد عبد المغني. نلقاكم على خير.